والآن موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة والتفاصيل مع شروق عماد الدين. تفضلي شروق. أهلا إلهام. أهلا سارة. أهلا بحضراتكم في جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. انطلقت فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في جلسته الرابعة تحت عنوان التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وناقش المنتدى أهمية السياسات اللازمة للمزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة على عدد من الأصعدة بما يشمل البيئة التشريعية والتنظيمية وسياسات التعليم وسوق العمل وريادة الأعمال والنفاذ للتمويل. يأتي ذلك في ضوء التقديرات الدولية التي تفيد بأن زيادة مستويات مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل إلى المستويات المماثلة للذكور من شأنه تحقيق الاقتصاد المصري لمكاسب اقتصادية تقدر بنحو 34% من الناتج المحلي الإجمالي. شاركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اجتماع اتحاد الغرف التجارية البولندية المنعقد في العاصمة وارسو بتنسيق السفارة المصرية في بولندا ومكتب التمثيل التجاري وبحضور شركات بولندية عاملة في قطاعات الطاقة المتجددة والوقود الأخضر. وأوضحت المنطقة الاقتصادية أن تلك المشاركة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الهيئة والشركاء في مختلف دول العالم واستكمالا للجهود الترويجية للهيئة ضمن استراتيجيتها الهادفة لجذب الاستثمارات العالمية في القطاعات الاستثمارية المستهدفة، خاصة قطاع الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له. تبذل الحكومة جهودا كبيرة لدعم زراعة القمح مع تقديم تسهيلة للمزارعين لتحقيق أعلى إنتاجية. وفي محافظة الوادي الجديد انتظمت أعمال توريد القمح للصوامع من خلال لجان استلام القمح من التجار والمزارعين، حيث بلغت المساحات المزرعة بالقمح في الوادي الجديد هذا الموسم نحو 436,505 أفدنة. وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بفضل توقعات تقلص وسط زيادة الإمدادات وموسمية في الطلب على البنزين، وتراجع إنتاج دول تحالف أوبك بلس، وهو ما تجاوز تأثير قلق المستثمرين حيال تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% لتصل إلى 76.56 دولار للبرميل. كما ارتفع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.6% ليسجل 72.47 دولار. ارتفعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 88% لتصل إلى 2.37 دولار للتر، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 51% لتسجل 2.36 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت البورصات الخليجية منخفضة متقفية أثر الأسواق العالمية مع تأثر المعنويات بتقلبات أسعار الطاقة وأزمة سقف الدين العام بالولايات المتحدة. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.5% مواصلا الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي مع هبوط جميع أسهم المؤسسات المالية. كما أغلق المؤشر في بورصة دبي منخفضا 0.5%، بينما هبط مؤشر بورصة أبوظبي 0.4% في حين انخفض فضت الأسهم القطرية للجلسة الثانية على التوالي ليخسر المؤشر 0.3%. انتهت جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم في نشرة السادسة، وعودة من جديد إليكما إلهام وسارة. شكرا لك شروق على هذا العرض.